السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناة أعرف دينك. عبد الله، ما هي الصلاة التي تغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وغيره: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عبد الله، هناك عامل مشترك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ومن قام رمضان ومن قام ليلة القدر. قال في الثلاثة عليه الصلاة والسلام: إيمانا واحتسابا. إذا وجب عليك أن تعرف ما هو الإيمان. قال العلماء: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. إيمان يتحدث الإنسان به ويتلفظ به، كقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. واعتقاد في القلب، أن يكون القلب مطابقا لما يقوله اللسان. من الآخر، ما تبقاش منافق تقول أنا مسلم وأنا موحد وأنا أحب الصلاة وتفر من صلاة التراويح. إذا فررت من صلاة التراويح لم يتحصل لك الأجر أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. إذا تركت صلاة التراويح لن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. إذا تركت القيام لن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. أنت تريد أن تحصل على المغفرة التي يغفرها الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى. لا أقول لن يغفر لك بمعنى أنك ستكون من أصحاب النار، لكن لن يتحصل لك الأجر الذي تريده والذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هل سأقوم رمضان في المواعيد الرمضانية، في الليالي الرمضانية، في المسلسلات الرمضانية، في الأفلام الرمضانية، أم أنني سأقوم رمضان بالقرآن، سأقوم رمضان في المساجد، سأقوم رمضان بين يدي الله عز وجل أقرأ القرآن، أقرأ الفاتحة، أقرأ ما تيسر من القرآن، أستشعر حلاوة القرآن التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. يريد أن يرتاح من أعباء الدنيا عليه الصلاة والسلام، يريد أن يرتاح من أعباء الدنيا صلى الله عليه وسلم، فيقول لبلال: أرحنا بها، يعني أذن خلاص، سئمنا من تعب الدنيا ومن الناس ومن القيل والقال. فكان يهرع إلى الصلاة، وكان إذا حزمه أمر صلى الله عليه وسلم كان يهرع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. لذا وجب عليك أن تهرع إلى الصلاة، أن تهرع إلى مغفرة الله عز وجل، لا سيما والذي وعدك بذلك هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لي، احتسابا هذا الجوع والعطش لله سبحانه وتعالى. ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وهذا العبد. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا القيام يكون سبب في مغفرة الذنوب لك. هذا القيام يكون سبب، القيام، صلاة القيام، صلاة التراويح، صلاة التهجد، أيا كان الصلاة في جوف الليل التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر ولو بركعة. هذه الصلاة وهذا القيام يكون سببا في دخولك الجنة، يكون سببا في مغفرة الذنوب، يكون سببا في حط هذه الخطايا عنك. هذه الذنوب التي أثقلت هذا البدن، هذه الذنوب التي أثقلت هذا الظهر من الحمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل على المشركين: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الآيات في سورة العنكبوت سبحانه وتعالى وتقدس. عباد الله، أقبلوا على الله عز وجل بالقيام، أقبلوا على الله عز وجل بصلاة التهجد، أقبلوا على الله عز وجل بصلاة التراويح، أقبلوا على الله عز وجل بكل الصلوات سواء بالليل أو بالنهار، لا سيما صلاة الفريضة. إياك أن تفرط في الفريضة، إياك أن تفرط في صلاة الفجر، إياك أن تفرط في ركعتي الفجر،
إياك أن تفرط في 4 ركعات نافلة قبل الظهر وركعتين نافلة بعد الظهر، إياك أن تفرط في 2 ركعتين نافلتين بعد صلاة المغرب، إياك أن تفرط في 2 ركعتين نافلتين قبل العشاء وبعد العشاء، إياك أن تفرط في قيام الليل لأنه شرف المؤمن. قيام الليل هو شرف المؤمن، هو الذي يكون سبب في مغفرة الذنوب، بل إن الله عز وجل قال لرسوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله عز وجل لرسوله وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قيام الليل شرف لك وربي. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.